حتى حد ما ينجم يشكك في سيرتك الذاتيه ومرورك في اكبر الانديه التونسيه، لكن معارضيك يقولوا انه منذر الكبير مدرب ما هزش برشا القاب استثناء كاس تونس مع السي بي، هل يقلقك هذا؟ ما فماش مدرب شكون ما يحبش تكون السيره الذاتيه نتاعو متوجه بالالقاب. لكن عملت دي باركور الناس كل يعرفوهم، لعبت فينال تاع الشامبيونان، لعبت فينال تاع كوب تونيزي مع ليتوال. ملعبات تعمل مقارنات يقولوا مثلا فوزي البنزرتي هز مدرب الاكثر تتويجا نبيل معلول هز تشامبيونز ليغ، يعملوا مقارنات. اكيد اذا كنت باش تعطيهم الاضافه اليوم انت باش في امور كيما هذه باش تنجم تجاوب، ما تنجم تجاوب كان بالعمل فوق الميدان وما تنجم تجاوب كان بالنتائج اللي تعملهم مع المنتخب. تنجم انت تدخل بسي في فيه خمسه وسبعه وثمانيه القاب ومع المنتخب ما تكونش تجربه ناجحه، وتنجم يكون العكس صحيح. انا نركز على حاجه واحده ونركز كان على نقطه اللي جومودون افون مقتنع وثقه كبيره، انا مانيش خير من الناس اللي شدوا قبلي سواء كان توانسه ولا برا، ولا الناس حتى اللي شدت ماهمش خير مني. كما قلت لك التركيز تام مع العمل الميداني مع الحاجات اللي مقتنع بهم انا واللي طرفني، قاعدين نخدموا في امبيونس كبيره انا وعادل وبقيه المجموعه الحمد لله، ومأمنين اللي ان شاء الله نمشيوا لبعيد.